لابد وان ناخذ بالنا من حكم فقهي ان الصلاه على الكرسي لا تجوز الا لمن كان صاحب عذر. لماذا؟ لان القيام يا ابني القيام ركن من اركان الصلاه، القيام ضروره من اركان الصلاه، بالتالي الانسان اذا صلى جالسا فقد فقد ركن من اركان الصلاه وبالتالي لا تصح صلاته الا اذا كان عنده ايه، الا اذا كان عنده عذر. هذا بالنسبه لصلاه الايه، بالنسبه لصلاه الفريضه. انما بالنسبه لصلاه النافله مثل صلاه القيام فانه يجوز للانسان اذا كان متعب حتى ولو لم يكن عنده عذر، مثلا يعني انسان يعمل طول اليوم مثلا ولا يستطيع ان هو يعني. بالنسبه للنافله لابد ان نفرق بين الفريضه والنافله. بالنسبه للنافله فيجوز للانسان ان هو يصلي على الكرسي، لكن كما قلت ينبغي ان هو يكون في 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 مؤخره الصفوف او في اخر المسجد او في الناحيه من نواحي المسجد حتى لا يكون هناك اضطراب في الصفوف. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.